الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان الدنيا ليست بدار البقاء وليست بدار النعيم بل قد طبعت على الاكدار والمصائب وما من عبد مهما علت منزلته الا ويصيبه فيها شيء من المصائب وقد جاءت النصوص بالامر بالصبر والرضا عن الله في اقداره كما جاءت النصوص بتعزي اهل المصائب بما يكون اكبر من مصائبهم ليكون هذا مخففا لهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصيب بمصيبه فليتذكر مصيبته بي فان مصيبتنا بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيمه ولذا علينا ان نعرف مقدار هذه المصيبه وان تهون عندنا بقيه المصائب عندما نقارن هذه المصائب بتلك المصيبه يقول ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء. قال ابن عباس اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس. وكان في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده ابدا. قال عمر: لأصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله يكفينا فهو حسبنا فاختلفوا فتنازعوا واختصموا وكثر اللغط فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما اكثروا اللغط والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي التنازع عند نبي أو قال لا ينبغي التنازل التنازع عندي، فقالوا له ما له أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصبح يتكلم ببعض الكلام غير المفهوم استفهموه، فذهبوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني فأنا فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وكان مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وقال سليمان والثالثة إما سكت عنها وإما قالها ونسيتها فكان ابن عباس يتأسف أن لم يكتب ذلك الكتاب ويقول الرزية كل الرزية ما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يكتب لهم كتابه لاختلافهم ولغطهم فهذا حديث فيه ذكر وفاه النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس وهناك حديث اخر ترويه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت رضي الله عنها لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه وثقل عليه بدنه واشتد وجعه استاذن ازواج النبي استاذن النبي صلى الله عليه وسلم من ازواجه ان يجلس في بيت عائشه ليمرض في ذلك البيت فاذن له قال فحضرت تقول عائشه فحضرت الصلاه فاذن بلال فاتاه بلال يخبره بالصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصلى الناس فقال بلال ومن حوله لا هم ينتظرونك فقال ضعوا لي ماء في المخضب اناء عندهم قال ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فاغمي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم افاق فقال اصلى الناس فقالوا له لا لم يصلوا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل فاراد ان يقوم ليذهب لي فاغمي عليه فجلس مده ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم افاق فقال اصلى الناس فقالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل فلما اراد ان يقوم ويذهب اغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم افاق فقال اصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تلك الصلاه صلاه العشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت عائشه خشيت أن إذا سمع الناس صوت أبي بكر أن يتشاءموا من أبي بكر فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس فإنه يرق وبالتالي لا يسمع الناس صوته من البكاء ولا يقدر على القراءة فمر عمر فليصلي بالناس هل استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب عائشة وجعل عمر يصلي بالناس أو استمر في طلبه؟ هذا ما سنأخذه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وعجز عن الخروج إلى المسجد وحاول مرارا أن يخرج إلى المسجد فعجز قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل بكاء وإني أخشى أن يذهب يقرأ فيبكي وبالتالي لا يسمع الناس صوته فمر عمر ليصلي بالناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فأعادت كلامها واعتذارها فأعاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة والله لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه وقع في قلبي إلا أنه وقع في قلبي أن الناس لا يحبون رجلا قاما في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كنت أرى أنه يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت ألا يكون ذلك المعنى متعلقا بأبي بكر الصديق فذهبت عائشة لحفصة وقالت يا حفصة قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس صوته من البكاء فمر عليا فمر عمر فليصلي بالناس ففعلت حفصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا تقول يعني تكلم علي النبي صلى الله عليه وسلم ووصفني بهذا الوصف نتيجة عملي بالوصية التي قلت لي فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر ان يصلي بالناس فاتاه الرسول فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تصلي بالناس فقال ابو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال عمر انت احق بذلك فخرج ابو بكر فصلى وصلى تلك الايام التي في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في احد الايام وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفه ونشاطا فخرج لصلاه الظهر يمسكه رجلان تخط رجلاه في الارض من الوجع احد هذين الرجلين عباس قال فاذا ابو بكر يؤم الناس فلما سمع ابو بكر حس النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر من أجل أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين أجلساني إلى جنبه ثم أتي به حتى أجلس بجوار أبي بكر عن يساره إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة ابي بكر لانهم لا يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم لضعفه. ابو بكر كان يقوم في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد. ابو بكر يسمع الناس التكبير والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الا نفسه. وكانت عائشه تقول بان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل في بيتي واشتد عليه الوجع امرهم ان يصبوا على ان يصبوا عليه من سبع قرب تحلى الاوكيتهن قال لعلي اعهد الى الناس واجلس في المخضب مخضب لحفصه ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى اصبح يشير الينا ان قد فعلتن ثم خرج الى الناس فصلى بهم وخطبهم وهذا الحديث حدث به عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن حدث به ابن عباس رضي الله عنه فقال ابن عباس تدري من هو الرجل الآخر الذي كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي فقال إنها لم تحدثني ولم تذكر اسم ذلك الرجل اسم ذلك الرجل قال أتدري من الرجل؟ واسمت لك الرجل الذي كان يحمل مع علي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هو العباس قيل لها هو العباس قالت لا قيل لها هو علي بن ابي طالب قالت نعم ولم تذكره لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت حادثه الافك كان علي يامره بفراقها من الاحاديث التي وردت في هذا ما ذكرته قبل قليل من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور بين نسائه في الليالي وكان يتعذر عليه ويصعب عليه هذا الانتقال في أيام المرض ولذلك كان يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا من أجل أن يستمع إليه نساء فيرخصن له وكان يحرص على أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها وكان يرغب أن يبقى في بيتها لا في ليلتها فقط وإنما في جميع الليالي واستبطأ يوم عائشة ف... طلب منهم ان ياذنوا له في ان يمرض في بيت عائشه فاذن له ازواجه ان يمكث حيث شاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها حتى مات عندها مات في يومها الحقيقي ومات بين سحرها ونحرها مات في بيت عائشه فتوفي في نوبتها وقالت مات بين حاقنتي وذاقنتي ودفن في بيتها قالت ومما اختص به ان الله جمع بين ريقي وريقه في اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخره فان عبد الرحمن بن ابي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسندته الى صدري ومع عبد الرحمن بن ابي بكر سواك الرطب يستن به فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك فأبده بصرة وكان يحب السواك فقلت قالت عائشة قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه لك فأشار برأسه النعم فقالت يا عبد الرحمن أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطاها إياه فأعطته النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستعمل فإذا هو قوي وضعف عنه فقامت عائشه فلينت ذلك السواك بامر النبي صلى الله عليه وسلم واخذت واخذت السواك فقصمته ولفظته وطيبته ثم مضغته ثم اعطته للنبي صلى الله عليه وسلم ليستنى به قالت فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن من ذلك ثم ناولنيها وكان بين يديه ركوة ماء فجعل يدخل يديه في ذلك الماء فيمسح به وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات ان للموت سكرات فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يده ثم قال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى وكانت عائشه قد حدثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة وأنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فلما اشتكى وحضره القبض كانت رأسه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه وكان هناك امرأة من زوجاته تعوذه بدعاء اذا مرض قالت عائشه فاردت ان افعل مثل فعلها فذهبت اعوذه فلما افاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني في الرفيق الاعلى قالت فعلمت انه اختار الرفيق الاعلى فاخذته بحه شديده فكان يقول مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قالت فعلمت انه خبره الذي اخبر به وقلت بانه اذا لا يختارنا وعرفت انه لما قال اللهم الرفيق الاعلى فانه سيقبض ستقبض روحه وحينئذ مالت يده ثم قضى قالت عائشه فلا أكره شدة الموت شد فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر خارج المدينة في مكان يقال له السنح. وحينئذ جاء عمر للمسجد. ف كان يقول بأعلى صوته والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك أنه لا يموت وكنت أقول لهم والله ليبعثنه الله ثم لا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم بينما هم كذلك إذ أقبل أبو بكر الصديق على مسكنه بالسنة ذلك الموطن من المدينه حتى نزل فدخل المسجد فاذا ابو ب... فاذا عمر يتكلم فلم يلتفت اليه ابو بكر رضي الله عنه وذهب حتى دخل على عائشه فراى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى مغطى ببرد حبره يعني مخطط فجاء فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي انت وامي يا رسول الله طبت حيا وميتا والله الذي نفسي بيده لا يجمع الله عليك موتتين ابدا اما الموتى التي قد كتب عليك فقد متها وابن عباس يقول بان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فاخبر ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر يكلم الناس مستمر في إنكار موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أيها الحالف على رسلك اجلس يا عمر فأبا عمر فقال اجلس فأبا عمر رفض أن يجلس فما كان من أبي بكر الصديق إلا أن تشهد فلما تشهد وبدأ بالخطبة ترك الناس عمر وذهبوا لأبي بكر حمد الله ابو بكر واثنى عليه ثم قال اما بعد الا من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت فان الله عز وجل يقول انك ميت وانهم ميتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم قالت قال فوالله كان الايه لم تنزل الا في ذلك الوقت حين تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم ويتلون هذه الايه فاصبحوا ينشدون بكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط عمر على الارض حين سمع هذه الايات تتلى وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قالت عائشة خطبة عمر لرد المنافقين وخطبة ابي بكر لتبصير الناس بالحق وتعريفهم به فهذا خلاصة ما يتعلق بحادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين